ولسه أرض مصر مليانة كنوز وأسرار اللي في الحقيقة ما بتخلص. امبارح تم الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة أبو صير الأثرية. الكشف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بير دفن وتابوت لقائد الجنود الأجانب وعدد من اللقى الأثرية. تفاصيل ومعلومات أكتر عن هذا الاكتشاف هيكلمنا عنه الدكتور محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة في منطقة أبو صير. صباح الخير على حضرتك، بنرحب بيك. صباح الخير أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الكشف ومكوناته. بصراحة الكشف هو مقبرة احنا بنسميها في مجالنا مقبرة بئرية، لأن المقبرة عبارة عن بير وموجودة في منطقة أبو صير. منطقة أبو صير دي منطقة مهمة جدا لينا، لأن الملوك الأسرة الخمسة، بنتكلم على حوالي مثلا 4500 سنة قبل الميلاد، بنوا اهراماتهم في المنطقه دي. فجم المصريين في الاسره 26 تكريما وحفاظا على تاريخهم، بنوا مقابرهم في نفس المنطقه. عظيم. دكتور محمد، لو حضرتك تعرفنا عن اهميه الوصول لهذا الكشف، هنستفيد ايه؟ هيعرفنا ايه؟ ايه المعلومات كمان اللي ممكن نحصل عليها من خلال هذا الكشف؟ استاذ محمد، دايما بقول احنا في مجالنا عاملين زي المباحث الجنائيه كده، بنلم معلومات، بنروح الموقع، كل معلومه بالنسبه لنا مهمه، اي حجر، اي نقش، اي حرف، تكتب اجزاء جديده من التاريخ. بالظبط، كل معلومه، كل لقى اثريه بالنسبه لنا بتضيف حاجه مهمه لتاريخنا ولفهمنا عن الحضاره المصريه القديمه. ازاي المصري القديم عاش؟ كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بيشتغلوا ايه؟ الكشف بتاع امبارح بيقول لنا معلومه مهمه جدا، ان كان في تنظيم سياسي وعسكري للاجانب اللي عايشين في مصر. مصر زي ما انت حضرتك عارف فاتحه بابها من قديم الازل لكل الناس. فكان بيجي الاجانب بيعيشوا في مصر وبيتمصروا. ففي الفتره دي الوحي ابراع اللي احنا بنتكلم عليه كان قائد للجنود الاجانب اللي عايشين في مصر. فدي بالنسبه لنا معلومه مهمه جدا، بتقول لنا ازاي التنظيم كان موجود وازاي الحياه كانت متنظمه في الفتره دي. طب الكشف ده بيعتبر استكمال لخبيئه قبليه، يعني يا ريت حضرتك تكلمنا عنها كمان. الكشف برضو مهم تاني، لان احنا قبل ما نلاقي المقبره احنا لقينا الخبيئه بتاعه التحنيط بتاعه نفس الراجل وحي ابراع ده، ودي كانت اكبر خبيئه تحنيط نلاقيها في مصر القديمه. كانت ازيد من حوالي 370 اناء فخاري في بقايا والحاجات اللي كانوا بيستخدموها اثناء عمليه التحنيط. من اهميه الراجل ده، عمل بير خاص فقط لاواني التحنيط دي، ودفنها جنبيه على طول. فالكشف البير التحنيط وضيعة التحنيط والمقبره بيكملوا بعض، ودي حاجه جديده اول مره نلاقيها برضو في ابو صير. عظيم. تابوت لقائد جنود أجانب موجودين هنا في مصر، وزي ما حضرتك قلت إن كانت مصر بتعلمهم فنون السياسة وفنون القتال أيضا. ده كان أهميته إيه في هذا التوقيت؟ يعني إيه السبب اللي كانت عشانه مصر بتعلمهم هذا الأمر؟ في الفترة دي إحنا بنتكلم على نهاية الأسرة 26 مثلا، حوالي مثلا 500 سنة قبل الميلاد. مصر كانت بيدخلها أجانب من كل مكان، من الشرق، من الغرب، من البحر المتوسط، من آسيا. فتنظيما للموضوع ده كان لازم يبقى في سيطرة على الناس اللي دخلت، وكان لازم، لأن مصر كانت زي ما بنقول قبلة لكل البلاد اللي حوالينا، لأن كانت متقدمة عنهم، فيها مصادر موجودة كتير، والناس كانت بتحب تيجي تعيش في مصر في الفترة دي. نهاية الأسرة 26 كان برضو فيها اضطرابات سياسية جوه مصر، لأن احنا بنتكلم عن تواجد أكتر للفرس في مصر. في الأسرة 27 هيبقى الفرس موجودين في مصر وبيحكموا، الملوك بتوعهم بيحكموا مصر. ففي الفترة دي برضو التنظيم والسيطرة على وجود الأجانب كانت حاجة مهمة جدا، وهم انخرطوا في الحياة العسكرية، والجيش المصري كان عامل لهم وحدات خاصة ليهم هم، ما قدروش يبقوا. واللقب بتاعه بيقول لنا حاجة مهمة جدا برضو، إن هم ما كانوش بيقدروا يدخلوا مع المصريين ويحاربوا مع بعض، لا، كان ليهم وحدات لوحدهم، سكنات لوحدهم. عظيم. يعني ده معناه إنه يعني إحنا كنا بندربهم من غير ما يسافروا.
ده معناه ان احنا كنا بنعلمهم وبندربهم، وكانوا بيعيشوا وكانوا بيتجوزوا وكانوا بيولدوا هنا، ودي معلومه موجوده عندنا من مثلا من الاسره 20، ان في اجانب كتير دخلوا مصر وعاشوا وقعدوا وخلفوا وبقوا مصريين. طب ايه النقوش اللي لقيتوها يعني اللي كانت موجوده على التابوت والتماثيل؟ والله النقوش اللي احنا لقيناها او النصوص اللي احنا لقيناها على التابوت دي نصوص من كتاب الموتى بالفصل 72. الفصل ده مهم بالنسبه لنا لان هو بيقول لنا رحله المتوفى في العالم الاخر، وازاي ان هو بيقدر يعد الاخطار ويعيش في ابديه في العالم الاخر. الاشابتي اللي احنا لقيناها، لقينا حاجه حوالي مثلا 400 اشابتي، والاشابتي ده تماثيل صغيره دورها المفروض ان هي تؤدي الخدمات عن المتوفى في العالم الاخر. المصري القديم كان بيؤمن ان المتوفى لازم يقوم باعمال في العالم الاخر، سواء كانت زراعيه، صناعيه، اي اعمال، خدمات بيعملها. فالمتوفى ما كانش بيحب يقوم بالعمل ده، فكان بيسمي بي بي بيجيب تماثيل اسمها المجيب، حتى يعني ترجمتها بالعربي اسمها المجيب، اللي هو بيجيب عن بيأدي الوظيفه عن صاحب المقبره. وفي كمان استراكه ثانيه لقيناها هي كسره حجر جيري، وعليها برضو نصوص من كتاب الموتى. عظيم. طيب دكتور محمد، عايزين نعرف من حضرتك ايه الشواهد اللي انتوا بتمشوا عليها عشان نبدا نبحث في هذه المنطقه؟ طبعا احنا عارفين ان المنطقه كلها منطقه اثريه، لكن بالتاكيد بنتتبع مجموعه من الخطوات والشواهد اللي تخلينا نقول ان في حاجه في المكان ده. استاذ محمد، احنا عندنا نوعين من الحفائر. النوع الاول ان احنا بنقول عندنا سؤال، والسؤال ده عايزين نجاوب عليه، فبنقدر نقول والله احنا عندنا مثلا عايزين نلاقي او الناس اللي عاشوا في المقابر في الفتره دي وعايزين نلاقي مقابرهم. مثل بسيط، نفس اللي حصل في وقت اكتشاف مقبره توت عنخ امون. هوارد كارتر كان عنده سؤال بيقول انا عارف ان في ملك اسمه توت عنخ امون وعايز الاقي مقبرته. والشواهد بتقول بقى ان هو مدفون في المنطقه دي. في مثلا شواهد اثريه، في فخار موجود، في اوتلاين، خطوط عامه كده بنحاول نشوفها، بنلاقي من الساتلايت ايمجز، بنلاقي حاجات اوقات ان المقابر محدده نفسها باينه على الخرائط. في الطريقه الثانيه ان احنا بنبقى شغالين جنب في مقبره وانتهينا منها، واحنا وشغالين في نفس الوقت بنلاقي جزء من مقبره ثانيه. فالشغل بيكمل بعضه، فالطريقتين بيكملوا بعض، والشغل دايما ما بنسيبش منطقه ونروح نشتغل بعيد جدا عنها، لا احنا دايما بنشتغل المقابر جنب بعضها. يعني لسه بنتعلم حاجات كتيرة قوي عن أجدادنا 500 سنة قبل الميلاد، الأسرة 26. يعني بنشوف لغاية النهاردة حاجات إحنا ما بنصدقش إن هي ممكن تحصل في العصر اللي إحنا فيه النهاردة. كل الشكر ليكم ولمجهوداتكم الكبيرة دكتور محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة بمصر.